متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارة الثقافة، والذي سنتحدث فيه عن مأساة شركسية أخرى، وهي مأساة ابنة أخ السلطان مهدوران، والتي أصبحت ملكة روسية بعد أن تزوجت من القيصر الروسي إيفان الرهيب. هنا يكمن الفرق بين من وثق أصول هذه الأميرة الشركسية وهم الروس طبعا باعتبارهم زوجة لملكهم، وبين من أهمل ذكر أصول السلطانة مهدوران وهم العثمانيون، وربما هذا يعود إلى أن ابنها خسر المعركة وأنها لم تصبح سلطانة والدة، مما جعل من غير المهم إثبات نسبها، وذكرت على أنها كانت جارية. نشرت العائلة الشركسية بعض المعلومات عما تعرضت له هذه الأميرة أيضا في البلاد الروسي، وعندما بحثت قليلا وجدت أنها تتطابق مع ما ذكر في التاريخ الروسي، وبالتالي فإن ماريا ابنة أخ السلطانة مهدوران قد وثقت بطريقة أفضل من عمتها. وفي هذا الفيديو سوف نتحدث عن تفاصيل الدراما التي تشبه دراما عمتها والتي تعرضت لها في البلاد الروسي، لكن قبل أن نبدأ من فضلك إذا كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد. لا تنسى أيضا من فضلك الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع من قد يهمه هذا الموضوع. لست أدري لماذا يحيط النحس بأميرات السلالة الشركسية. ماريا تمريكوفنا هي في الأصل الأميرة كوتشني ابنة تمريوك إدراوف، وهو أخو السلطانة مهدوران. كما أسلفنا هي أميرة من أصول شركسية، وهي أيضا الزوجة الثانية للقيصر الروسي إيفان الرابع المعروف بإيفان الرهيب. ولدت سنة 1544 وتوفيت سنة 1569، وهي تبلغ من العمر 25 عاما فقط، ولقد تزوجت في 21 من أوت سنة 1561 من الرجل الذي أصبح قيصرا لروسيا وهو في 3 من عمره. كانت الأميرة كوتشني طبعا مسلمة، ولكن بعد أن تزوجت تحولت إلى المسيحية الأرثوذكسية وتم تعميدها وأعطيت اسم ماريا. قيل أن الملك في البداية أغرم بها كثيرا، إلا أنه انقلب عليها بعد ذلك، وقيل أيضا أن حاشيته هي من كانت تكرهها كثيرا وأنها لم تستطع أن تندمج في البلاد الروسي. ويوم 21 من مارس سنة 1563 ولدت للملك ولدا، أطلق عليه اسم فاسيلي على اسم جده، ولكن الصغير توفي في نفس السنة إثر مكيدة دنيئة، حيث أنه وبعد ولادته تم إعلانه كولي للعهد، إلا أن هذا الإعلان قاد الأميرة الصغيرة إلى حتفه، فتم إغراقه في بركة مياه في القصر، وغرقت معه أمه في حزن شديد. وفي سنة 1569 قتلت ماريا أو كوتشني مسمومة. هناك من يدعي أن القيصر هو من قام بقتلها، وذلك بعد أن انقلب عليها، وهناك من يقول أن حاشيته هي التي قتلتها، وأن إيفان الرهيب قد حزن عليها كثيرا فلقد كانت أحب نسائه إليه. هكذا أعزائي أسدل الستار على قصة ماريا أو كوتشني ابنة أخ السلطانة مهدوران، والتي تم توثيق نسبها عكس عمتها. أتمنى أعزائي أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، وأتمنى أن تكون هذه المعلومات قد أفادتكم. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.